جموع المشيعين لسان واحد. عمر، أننعيك أم تنعينا؟ أنترحم عليك أم نلعن قاتليك؟ هل نجح الشيطان حقا بفعلته هذه بعد أن فشل في ذلك للعام الثالث أباليس الانقلاب؟ تعز ابنها البار دوكم أيقظ مساجدها ذكرا وخطبا ومجالسها فكرا وتنميا، فهل ستغفر للمقصرين في دمائه أم ستلاحقهم عارا شوارعها والمنابر؟ دوكم ورفيق الأكحلي وقبلهما عشرات الأسماء برتب وصفات وأوسمة جبهات اغتالتهم اللامسؤولية. مفترق طرق خططها دماء شهداء الانفلات الأمني. أمدينة المقاومة هي أم مقاومة المدينة؟ فإما الحزم والعزم ووضع النقاط على الحروف أو الصمت خلف الخوف والجبن. الأيام القادمة ستقول كل شيء. تعز غير تغلبت على الحوثي وصالح في أوج قوتهما، يقاتلون في وضح النهار، فلن ترضى الهزيمة ممن يختفون وراء لثام وأقنعة. يقول الصمود: لن نسكت لسان الجميع، ولن نسكت شعار المدينة، وبين الصمت والكلام قضية وطن. من قتل عمر؟ يتساءل المشيعون. لا يخرج الناس في مدينة الثورة هذه إلا لأمر جلال، للثورة يتظاهرون، وللدولة المدنية ينشدون، وللقادة المضحون يشيعون ويكبرون. أمين دبوان، يمن شباب، تعز.